كم مرة نردد الأذان؟ كم نصيبنا من ترديد الأذان في مقابل سماعنا الكثير لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة. كم تمر على بعضنا الأيام والأسابيع والشهور وربما السنين ولم يردد الأذان مرة واحدة، والله المستعان. والبعض لا يعرف من ترديد الأذان إلا أوله وآخره، يبدأ بالتكبير ويثني بالتهليل فقط. تقصير بلا عذر وتفريط بلا شغل، تضيع للسنة وتفويت للأجر وزهد فيما عند الله، أجور كبيرة نفوتها على أنفسنا في دقيقتين أو ثلاث وربما أقل. فإجابة المؤذن سنة وحسنة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن قال مثل ما يقول المؤذن وعند الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك صدقا من قلبه دخل الجنة كما في صحيح مسلم. ومن قال بعد التشهد أو انتهاء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه كما في مسلم. ومن تابع المؤذن حتى ينتهي ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فاز بأمرين عظيمين. الأول صلى الله عليه 10 مرات بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وإذا انتهيت من متابعة الأذان وما تقدم من الأذكار فادع الله يستجاب لك بإذن الله، فإن الدعاء لا يرى